يعطيكم العافية. الموضوع اللي بغيت أتكلم فيه وياكم أمس هو وقت التسخين قبل صعودك المسرح. موضوع جدا مهم، ما أدري إذا في أحد يتكلم عنه من قبل ولا لا للأمانة، ولكن هذا شيء أنا أسويه يعني، واستهلون عليكم بالعافية المعلومة الطيبة هذه اللي راح تستفيد منها جدا وقت المسرح. اللي صار إنه وإحنا هناك في البطولة انا قاعد اشوف الوضع، قاعد اشوف اللاعبين متى قاعد يسخنون، متى نادوهم، منو الفئه اللي شغاله، ايش كثر باقي لهم. هذه الامور كلها انا قاعد اشوفها وانا واقف في المسرح. فقلت حق اللاعبين لا تسخنوا، حتى في كم واحد شافني وانا اقول لهم لا تسخنوا. بعد البطوله يو كلموني قالوا لي بدر، احنا لما سخنا كان البومب جدا قوي، بس لما صعدنا المسرح اختفى البومب، راح يعني كان انا مو مسخن، ما في البومب، ماني قادر اشد بالباك ستيج، كنت شيء وعلى المسرح شيء ثاني. شنو الخلل اللي صار؟ انا اقول لك شنو الخلل اللي صار. المهم نكمل موضوعنا. اللي صار كالاتي: التسخين المبكر يخرب عليك صعدتك المسرح. لما نادوا الفيزيك الحريم كانوا شغالين، اوكي، فئه الحريم اعتقد كانوا شغالين، وهم نادوهم قال لهم يلا تعالوا. فتدري الشباب جايين الاسترس والحماس والامور، اول ما اروح باك ستيج على طول طق السكريات وطق كل واحد عاد شنو جاي بلود باك ستيج وسخن سخن سخن. زين البنات توهم داشين في فئه بعد البنات راح تصعد، وما سووا مقارنات، ما سووا شيء. وانت مثلا منزل نازل مفتوح كان في هم ورا البنات الفئتين، كان في النوفس والماستر وبعدها المفتوح، وشوف اذا انت طولك شويه طول الاخير ولا كذا، يعني قدامك اكثر من الساعه، اكثر من الساعه 45 دقيقه. فتخيل انت قدامك فئتين شغاله وللحين ما سووا مقارنات، يعني راح يسوي لهم مقارنات وفي اليمينيشن راوند راح يطلعون توب 6، واذا خلصوا البنات راح يدشون النوفس وراح يدشون الماستر وراح يقارنون وراح يعرضون حر بعدين انت تسخن. فاللي صار شنو؟ ان انتم سخنتم مبكر وضيعتوا البمب منكم، لأن فترة البمب هذه اللي تحوشك ما قبل المسرح هي خفيفة، يعني ما تطول وياك، فأنت تبي تصيدها وتصعد المسرح وتكون وياها، عرفت شلون؟ فلا تسخن مبكر، لا تسخن مبكر، هذا موضوع مهم جدا. أنت ولما رحتوا المسرح شفتوا البنات شغالين وشفتوا إن في فئة بنات صافة دور قبلها، لا تروح تسخن على طول، انت ضيعت البمب منك حرام. فتوقيت التسخين لازم انت تعرفه، او اذا انت مسوي الطريقه هذه وفي احد معاك او مدربك معاك او صاحبك او شيء، حاول تشوف متى دخلتكم وانت اوريدي وراك شنو، وراك مقارنات. يعني انت اذا لودك مثلا مو ثقيل او اذا انت جسمك مو مسكر، حتى التسخين القوي المبكر هذا مع صعدتك حق المسرح تضرب بوزين راح تروح فلات، يعني جسمك خلاص سحب كل شيء. فالموضوع جدا يعني حساس، لا تستهين فيه نهائيا. فاللي بوصله لك، حاول ان انت تعرف متى وقت التسخين المناسب. قبلها لما رحت الباك ستيج كنت تقدر تقعد تريح على وضعك، تخلص فئه البنات يدشون البنات الثانيين، هني تبلش مثلا تسخينك اذا انت نازل نوفس، يعني اذا انت ورا البنات دايركت من يدشون البنات الفئه الثانيه هني تبلش تسخن، عرفت شلون؟ مو اول ما دشوا البنات الفئه الاولى انت ضارب تسخينك جاهز خالص، ما راح يعني ما راح تمسك الكونديشن هذا مالك او البمب الى صعدتك. انتم قيسوها بناء على الوقت اللي انا سخنت فيه الشباب. انا ربعي ما سجلتهم نوفس، ما كان عندي احد ماستر، فالنوفس كان 27 لاعب الطول الاول تقريبا 27 الى 29، الطول الثاني كان نفس الطريقه 28 29، كان في ماستر فئتين عمرين اعتقد 35 و40. انا سخنتهم بالماستر، من شفت الماستر دخلوا هني قلت لهم بلشوا التسخين مو قوي، يعني نطرت حتى الماستر الاول يخلص، لما دشوا الماستر الثاني قلت لهم هني اضرب تسخين قوي. الفترة اللي طافت اللي الناس قاعدة تسخن فيها هم كانوا مرتاحين قاعدين، يقوم شوية الحبل يسحب خفيف على الكتف يخلي شوية جسمه يحتر، أو أنه يسحب بعض المغذيات فقط ما يسحب جسمه كامل، على خفيف على خفيف خلاص
ارتاح، انطر شوية انطر شوية انطر شوية انطر شوية واضرب التسخين الوقت المناسب. عشان كذي الحمد لله صاروا بوم مو طبيعي ومسكوا الكونديشن على المسرح. فهذه الحركة أنا أسويها واعتمدها، ومعلومة مني لكم، أتمنى أن أنتم تستفيدون منها وتطبقونها، وراح تشوفون الفرق بعيونكم. وقت التسخين مهم، اعرف أنت من الفئات اللي داشة، مو معناته قطوك باك ستيج يعني الحين بيدخلونك، الحين لازم أنت تدش بالسترس، الحين لازم أنت تطلع الحبل أو الياي بدام بالوزن خفيف، أو تلعب ضغط على طول وتسخن تسخن تسخن. ما راح تقدر تسخن أكثر من أنا شفت ناس قاعد تسخن 40 دقيقة. يبين هذا تمرين، هذا مو تسخين. فخذ دامبل، خذ حبل، نزل ضغط، سخن سخن، ريح، طخ جسمه، رد مرة ثانية، سخن 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 وريح. ليش؟ لأن في وقت شغالين للحين، مو وقتكم. فضاع البمب إنه خلاص أنت، لأن وراك بالمسرح في مقارنات، في ضرب بوزات، في فرونت باك، راح تتعب. فالبمب اللي انت كنت مجهز امورك علشانه ضيعته. الشغله الثانيه، ممكن انت تنزل فلات بالمسرح، بوز بوزين، مقارنتين، تضرب فلات لان جسمك تعب وسحبت، تقريبا سحبت وايد. فضبط التوقيت مهم، فحاولوا تصنعون المساله هذه وشوف شنو رايك. يعني اذا في احد سوى شيء هذا ببطوله قادمه كلمني، قولي والله بدر انا سويت الطريقة هذه وفعلا فرق معاي الموضوع. يعني مو معناته انا رحت باك ستيج انا اسخن على طول، لا، احط في بالي انه في فئة فئتين ثلاث فئات شغالة قبلي، اشوف انا متى الوقت المناسب اللي اسخن فيه عشان امسك البوب مالي. وهذا الموضوع باختصار، فاتمنى انكم تستفيدوا منه، والسلام عليكم.